السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في يناير عام 1984 بدأنا فعلا العمل بعد ما فتحنا حساب بنكي في بنك ناشونال ويستمينستر بنك في شارع كولمور في مدينة برمنغهام. كنا اثنين فقط، الدكتور إحسان شبيب وكان لسه بدرس الدكتوراه في الكيمياء، وأنا هاني البنا كان هو أمين المال، وكنت أنا اللسان الطويل اللي بيلف هنا وهناك. المهم في هذا الخضم بدأنا نروح من حارة لحارة، لشارع لشارع، على حسب قول العقيد القذافي رحمة الله عليه، من زنقة لزنقة نجمع المال. جمعنا مبلغ حوالي 5000 جنيه استرليني من شهر يناير إلى شهر أغسطس، وكان من أجمل المبالغ اللي احنا جمعناها. شيء جانا على المركز الإسلامي اللي احنا كنا فيه ببرمنغهام في 1000 جنيه، كان تبرع من دكتور ليبي بتاع أمراض عيون، جراح عيون. المهم في نفس الوقت ده حدث اللي هو مؤتمر تطبيق الشريعة الإسلامية في السودان، والإخوة السودانيين كانوا حريصين إن أنا أحضر هذا المؤتمر وأتعرف على العمل الخيري اللي هم موجود في الخرطوم في ذلك الوقت. فأنا خدت الطيارة ونزلت برضك في نفس الأوتيل اللي هو بتاع الجراند أوتيل ده اللي في الخرطوم، وحضرنا المؤتمر. المؤتمر كان فيه وفود كتيرة جدا من كل الدول العربية والإسلامية، وكانت عمل في البرلمان انا حضرت له اللي هو في جنب مسجد النيلين، وافتتح مسجد النيلين اللي هو في ام درمان، وكان تحت رعايه الرئيس الراحل رحمه الله عليه جعفر النميري. وكان من الشخصيات البارزه اللي موجوده ومدعوه للمؤتمر كان اللي هو الملاكم العظيم رحمة الله عليه محمد علي، موجود وكان لي كلمة جميلة هناك. من أكثر الأشياء اللي أصابتني بالإحباط في الرحلة دي هو الكلمة اللي قالها أحد المسؤولين في أحد الدول الخليجية، اللي كان بيقول فيها برغم أن السودان فيها مسيحيين ومسلمين، طبعا كان هو وغيره يعني بينظرون بازدراء لأصحاب الأديان الأخرى، وده طبعا كان شيء يعني غير واقعي تماما، لأن السودانيين من أكثر الشعوب هم بيتعايشوا مع الآخر سواء كان الآخر أقلية أم أغلبية. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، إن أحد الحضور قال إن الدولة الوحيدة اللي بتطبق الشريعة الإسلامية في العالم الإسلامي هو إحنا، مفيش حاجة دولة تانية بتطبق الشريعة الإسلامية في العالم الإسلامي. كان يعني كلام فيه عجرفة وفيه استعلاء وفيه كذا وفيه كذا، وكان التبرع بتاعه لدولة السودان في ذاك الوقت حوله من العملة الدولية للعملة المحلية بتاعته، فطلع أقل من 900,000 بالعملة المحلية بتاعته، يعني كان حتى تبرع زهيد ويكسف. المهم دي من الأشياء اللي أنا اتعلمتها في الرحلة دي. اتقابلت مع وفود كتيرة جدا جاية من دول إسلامية ودول عربية، وحفلات بقى لسكب اللي هو الخمور في الشوارع، والناس ترقط وزغرت إلى آخر إلى آخر. يعني كان محاولة، يعني هل هي كانت مظهر أو مظاهرة أو محاولة، دي رحلة تانية خلتني أفتح عيني على بعض المشاريع اللي كان بتقام في السودان في ذلك. بعد كده أنا رحت زرت بعض المشاريع للجمعية اللي هو وكالة الإفقية الإسلامية للإغاثة في شرق السودان، في هناك يعني